السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دراسة الدول العددية. كيف ما كتشوفوا رايا عنوان جديد بمعنى دروس جديدة، درس جديد وفيديوهات جديدة وشرح جديد مجموعة من النقاط الأساسية والمهمة بزاف. تقديم للدلائلين، غادي نحاول اليوم ان شاء الله في الدرس وليدات اننا نتعرف على واحد الدلاله مهمه بزاف اللي غتكون عندنا في الامتحان الوطني. في الامتحان الوطني عندما نتحدث عن ماده الرياضيات جوج ديال الدول الاساسيه الان اكسبونونسيال والان. باش نوضح واحد النقطه قبل ما نبدا في الشرح ديال الدلاله الان، هو اننا حنا ما عندناش مشكل مع هاد الدول. كيف ما غنوريكم مجموعه من المعلومات اللي هي بسيطه جدا، مجموعه المعلومات اللي اي واحد يقدر يعقل عليها، ولكن فين عندنا الاشكال؟ عندنا في اشكال في دراسه الدول، يعني الاسئله الحقيقيه اللي ديجا شفناها في الدوره الاولى بمعنى الاتصال والاشتقاق الاوضاع النسبيه الفرع اللانيائيه، هذه هي اللي كدير لنا مشاكل. اما الان ما عندناش مشكل معها. الاحتكاك الحقيقي مع الداله كيكون تقريبا في ثلاثه ديال الاسئله في الامتحان الوطني مرتبطه بحساب النهايات وبسيطه. لذلك ولاش ما نحيدوا لنا العائق ديال ان الداله الان راه داله اللي صعيبه. نبداو بتقديم عام. دائما كيف ما لاحظتوا معايا وليدات ان في القناه ديالنا كنفضل انني اي درس بغيت نشرحه كنبغي نشرحه يعني في الاصل ديالو، بمعنى كل حاجه منين جات. غادي نشرحوا اليوم الداله الان، مين جات هاد الداله الان، كيفاش تعرفناها، شنو هما اهم الخصائص المرتبطه بها. يلا تبع معايا وليدات. دونك غادي نعتبروا، شوف معايا مزيان، غنعتبروا واحد الداله اف دو اكس اللي كتساوي 1 على اكس. تخافي هاد الدالة هادي اكيد معرفة على اغ محرومة من الصفر. غادي نقول لك غناخدو لا غيكستريكسيون القصور وغنعتبروها معرفة فقط على المجال صفر زائد ما لا نهاية. غنسولك ابسط شرط كتحقو ليا هاد الدالة على هاد المجال هذا، غتجي بكل بساطة غتقول ليا استاذ هاد الدالة متصلة، كيف دايرة؟ كونتينيو، دالة متصلة، الي كونتينيو سور كيل انترفال، الي كونتينيو سور الانترفال 0 بلس لانفيني. مزيان، كاين واحد الخاصية شنو كتقول ليك اسيدي؟ Toute fonction continue est mesurable. يعني كل دالة متصلة فهي تقبل دالة أصلية بصيغة أخرى. Toute fonction continue admet une fonction primitive. يعني إذا كانت عندك واحد دالة متصلة راه هذا الشرط كافي باش يخليك تقول أن هذه الدالة كتقبل واحد دالة أصلية. وبلاتي يا أستاذ استعملتي واحد المصطلح جديد. شنو هي الدالة الأصلية؟ ما فهمناش. كيسك سافي دير فونكسيون بريميتيف؟ فونكسيون بريميتيف مثلا غنرمزو ليها بإف كبيرة. واخ إف كبيرة. هادي قلنا سيشو فونكسيون بريميتيف مثلا. بصيغة أخرى مثلا قلنا أن هادي فونكسيون بريميتيف ديال هاد الدالة اف صغيرة، بمعنى إلا شديتي هاد اف كبيرة وشتقيتيها متفقين غادي تعطيك اف صغيرة. هاكاك أن هاد الدالة الدالة اف ملي كتشقها وكتعطيك اف صغيرة عرف أن هاديك اف كبيرة راها سيشو فونكسيون بريميتيف ديال اف صغيرة. واضحة هاد القضية. كل الدالة الأصلية هي الدالة اللي كتشتقها ملي كتقول لي أن هادي راها دالة أصلية لواحد الدالة، بمعنى إلا شديتي هاديك الدالة الأصلية وشتقيتيها غتعطيك الدالة الأخرى. واضحة المسألة. الناس شنو قالوا لنا العلماء ديال الرياضيات؟ أن هاد الدالة فونكسيون دونك فونكسيون كونتينيو أوتوماتيكمون أدمي إن فونكسيون بريميتيف. لا فونكسيون بريميتيف ديالها هي اللي جاو هاد الناس وشو سموها لينا؟ سموها لينا فونكسيون لوغاريتم. أشنو سموها لينا؟ سموها لينا الدالة الان دو اكس. يعني بصيغه اخرى ان الان دو اكس هي الداله اصليه للداله 1 على اكس. الا بغيتي 1 على اكس، ما معنى الداله اصليه؟ يعني علاش دينا الان هاد الان دو اكس اللي كتشوف هنا وشقيناها اشنو غتعطينا؟ غتعطينا 1 على اكس. واضحه الفكره، مساله بسيطه جدا، هذا هو الاصل ديال الداله الان. دابا غنشوفوا الخصائص ديالها. هاد الداله الان شنو هما المميزات ديالها؟ شوف معايا مزيان، غنعطيك ندير واحد الخطاطه بسيطه جدا. الى جيت هاد الداله الان، اول حاجه خاصك تعرف عليها الله يرضي عليك انت نهار الامتحان، انها معرفه على المجال صفر زائد ما لا نهايه. الي ديفيني سور لانترفال 0 بلس لانفيني. كيس تافير ديفيني؟ سيتادير لو دومين دو ديفينيسيون ديال الان دو اكس هو 0 بلس لانفيني. بصيغه اخرى ان هاد اكس هذا اللي حدا الان راه ما عنده الحق يتحط هنايا الا كان ينتمي الى المجال صفر زائد ما لا نهايه، يكون موجب. متفقين؟ هذه اول خاصيه. الخاصيه رقم جوج ان الان دو اكس متصله على اي مجال؟ متصله على المجال صفر زائد ما لا نهايه. مزيان، متصله على المجال صفر زائد ما لا نهايه. المساله الثالثه انها الان تزايديه قطعا على المجال ستريكتومون كروسون سور لانترفال 0 بلس لانفيني.
مسائل بسيطه جدا خاصنا نعقلوا عليها وليدات فيما يتعلق بالتقديم العام المرتبط بالداله الالين. هادو هما الحوايج المهمه. هاد المنحنى اللي كتشوف انا وليدات هو منحنى ديال الداله الالين دو اكس. هاد المنحنى اللي عندنا هنا هذا منحنى الداله الالين دو اكس، يعني السي ديال الالين دو اكس، يعني نسميو السي ديال الالين دو اكس. تخاب يعني منحنى الداله الالين دو اكس. كتلاحظ معايا ان هاد الشيء اللي قلنا هنا راه هو كاين في المنحنى، كيبينوا المنحنى. يعني الا كنت عاقل على المنحنى نقدر انا بوحدي نستخرج هاد الشيء. معرفه يعني مجموعه التعريف، مجموعه التعريف العلاقه ديالها بالمنحنى يعني المجال اللي مرسومه فيه. ها هي مرسومه في 0 بلس لانفيني، اذا مجموعه التعريف ديالها 0 بلس لانفيني. متصله، انت كتلاحظ راها متصله ما مقطعاش مزيان. تزايدي قطعا داك الشيء، ها هي غادا تزايدي قطعا حتى بلس لانفيني، ما كاين حتى اشكال. مسائل واضحه جدا. مساله اخرى اللي غنستنتجوا من هاد المنحنى وليدات اللي بغيتكم انكم تنتوما تردوا ليها البال وغتنفعنا بزاف في التمارين. غنجي نقول لكم انه اذا كان اكس ينتمي الى المجال 0 1. اذا كان اكس ينتمي الى المجال 0 1 بمعنى اكس كاين هنا، ها اكس كاين هنا. اذا كان اكس ينتمي الى المجال 0 1 كتلاحظ معايا ان الداله مرسومه تحت محور الافاصيل. واضحه ولا لا؟ مرسومه تحت محور الافاصيل بمعنى كنعرفوا ان كل داله متصله او عفوا كل داله مرسومه تحت محور الافاصيل فهي سالبه. اذا بما ان اذا كان اكس ينتمي الى المجال 0 1 ماذا نستنتج؟ نستنتج ان الالين دو اكس كاينه تحت المنحنى ديالها كاين تحت، بمعنى راها اصغر من او تساوي صفر. هذه مساله مهمه. والمساله الاخرى الاكثر اهميه هو انه اذا كان اكس ينتمي الى المجال 1 زائد ما لا نهايه، 1 زائد ما لا نهايه، كتلاحظ ان المنحنى مرسوم فوق محور الافاصيل، بمعنى ان الداله الالين دو اكس راها موجبه، الالين دو اكس راها اكبر من او تساوي صفر على هذا المجال. اذا هادو مسائل مرتبطه بالاشاره اللي خاصني تنتوما وليدات رد لهم البال. اذا لكم كيف ماش كتشوفوا معايا ان الداله الالين داله بسيطه جدا، مجموعه من القواعد والخصائص اللي خاصني نرد لها البال، كتمعني حوايج اللي بسيطة، دونك ما عندناش مشكل مع الدالة الالين. كنتمنى الوليدات أن التقديم إلينا الاستحسان ديالكم، وتسناو مجموعة من الفيديوهات المرتبطة بتمارين خاصة بهذه الدالة هذه. إذا لك الوليدات أستودعكم الله والحصة الجاية أو الحلقة القادمة إن شاء الله بحول الله.